دكتور. عندما يعجزون عن استهداف المقاومة فإنهم يلجأون إلى استهداف يعني المواطنين والمزارعين والذين يبحثون عن لقمة العيش لكي يطعموا بها أولادهم. فهذه أعمال الحوثيين القديمين. الأخ الشهيد الأخ عبد اللطيف من منطقة العدين خرج مع أسرته للبحث عن لقمة العيش وسكن في منطقة القهرة وخرج من أجل أن يبحث عن الماء له ولأولاده. وعند خروجه من البيت لا يملك سلاح ولا يملك شيء. جاءته رصاصة غادرة تقريبا من قناص ماكر فكانت سبب في استشهاده.